الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. النهارده في مواجهتنا الاولى هنتكلم عن المبادره الرئاسيه حياه كريمه لتطوير قرى الريف المصري، وازاي اسهمت في احداث طفره شامله للبنيه التحتيه والخدمات الاساسيه بقرى مصر. مؤخرا صدرت دراسات عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه بتؤكد اهميه المبادره دي، وانها قادره على تغيير واقع ومعيشه اكثر من نصف سكان مصر. ضيفي هيكون معانا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أما المواجهة الثانية فهيكون لقائنا فيها مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، وهنتكلم معاه في عدد من الملفات المحلية منها معرض تراثنا وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل الدعم لذوي الهمم المشاركين في المعرض. هنتوقف كمان معاه أمام جهود الدولة المتواصلة لتمكين الشباب اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. الأول نروح سريعا لأهم الأخبار النهاردة، وهنبدأ على طول بالإشادات الدولية بالاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية وقدرة الدولة المصرية على تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، وده انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر النهاردة تقرير سلط من خلاله الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية له بأداء فاق التوقعات. خلونا نتابع هذا العرض اللي بيوضح بعض الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري. هنروح لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد في ضوء التقرير اللي تلقاه وزير التنمية المحلية من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية حول متابعة زيارة بعثة البنك الدولي لمحافظتي أسيوط والمنيا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للمد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى المحافظتين. تفاصيل أكتر عما تضمنه التقرير هنتكلم فيها مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد. دكتور مساء الخير، وياريت تكلمنا أكتر عما تضمنه التقرير بشأن زيارة وفد البنك الدولي لمحافظتي المنيا وأسيوط. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. في الحقيقة إن إكمال الإشادات الدولية زي ما كان التقرير اللي باعت الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، فخليني اوضح كمان ان برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر من فتره كنت مع حضرتك وقت ما الامم المتحده اختارت البرنامج ووضعته على منصتها كواحد من افضل البرامج حول العالم اللي بيحقق اهداف او بيحقق اهداف التنميه المستدامه، واللي البنك الدولي بعدها استتبعه بتقرير منشور على موقعه بيشيد بالبرنامج وبعته في خطابات للحكومه المصريه لدولة رئيس الوزراء والوزير التنمية المحلية، بيقول إن البرنامج محتاجين إن هو ينشر أكتر ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم. وده اللي خلى لجنة المشروعات القومية تبعت تقرير لفخامة الرئيس ولدولة رئيس الوزراء بإن نبتدي ننطلق من سوهاج وقنا
الى ان نبتدي شغل في التعميم في اسيوط والمنيا، لان اسيوط والمنيا دلوقتي بيحتلوا المرتبه الاولى والثانيه في نسب الفقر على مستوى الجمهوريه كمحافظتين اللي كانوا سابقا بتحتلهم سوهاج وين. وبالفعل يمكن لو بصينا على نتائج ايه اللي اتحقق في سوهاج وقنا خلال الفتره اللي فاتت وايه اللي هنعممه في اسيوط والمنيا، فالبنك الدولي وفق اخر وفق الزياره الاخيره كان اهم حاجه كان مهتم بيها جدا هو النتائج الاقتصاديه للبرنامج، لان البرنامج له هدفين، هدف اقتصادي وتنميه الاقتصاد وخلق فرص عمل، والهدف الثاني تحسين البنيه الاساسيه وتطوير الاداره المحليه. فالهدف الاولاني فيما يتعلق بالاقتصاد كان هو الهدف الاساسي. يمكن اخر حاجه طالعه من البنك الدولي بتقول ان البرنامج خلال سنتين ونص قدر يوفر قرابه 300,000 فرصه عمل مستديمه، وقدر يوفر اكثر من 10 مليون يوم عمل غير مستديم. ان البرنامج ساعد اكثر من 8,600 مؤسسه اعمال ان في سوهاج وقنا ان هم يشتغلوا بكفاءه اكتر، وقدر انه يوفر فرص عمل في التكتلات الاقتصاديه والحرف الاقتصاديه ويحافظ على الناس جوه السوق اثناء فتره كورونا. فده كان الشغل الاساسي اللي البنك والحكومه المصريه محتاجين ان هم يطوروه وينقلوه لاسيوط والمنيا. ايه المستهدفات فعلا لبرنامج التنميه المحليه في اسيوط والمنيا والمشروعات كمان اللي هيتم البدء فيها يا دكتور؟ هو في الحقيقه احنا الزياره كانت زياره مبدئيه بناء على بعض الشغل اللي عمله البرنامج خلال الفتره اللي فاتت، خلال الشهرين اللي فاتوا، كانت بدايتها ان احنا محتاجين نركز قوي على خلق فرص العمل، لان اي تنميه بدون خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشه السكان ما بيكونش لها مردود الايجابي على حياه الناس. عشان كده كان الاهتمام جدا بان احنا بنشتغل على التكتلات الاقتصاديه والحرف اللي موجوده في اسيوط والمنيا واللي اتحددت في مجموعه من الحرف، فبدانا فيها مثلا في المنيا بالعسل الاسود، ودي حرفه مشهوره بيها اكثر من 3-4 مراكز في المنيا. كمان كنا بنشتغل على تنمية تكتل الرمان اللي مشتهرة بيه جدا أسيوط والمنيا، وكمان البصل اللي مشهورة بيه أسيوط وتجفيف البصل، وكمان النباتات الطبية والعطرية المشهورة بيها المنيا بشكل كبير. فاحنا بقى عندنا خطط دلوقتي هيبتدي تنفيذها لتطوير التكتلات دي وخلق الطلب عليها، لان اهم من ان احنا ننتج ان احنا نخلق الطلب، سواء من خلال اسواق عالميه. احنا عملنا دراسات للاسواق العالميه، شبكنا مع بعض المستثمرين في دول اجنبيه عشان ياخدوا النواتج بتاعه المحصولات دي او الانتاج ده. كمان في العسل الاسود بدانا نشتغل على تطوير العسل الاسود، سواء من ناحيه نوعيه الانتاج او سلامه وصحه الغذاء، او ربطهم بمصانع كبيره تاخد منهم المنتجات، ومش عايز اقول يعني ماركات معينه بتاخد دلوقتي العسل الاسود من المنيا. فاحنا بدانا بنشبك التكتلات دي عشان ندخل عدد اكبر من الناس في الانتاج، ونحافظ على الناس الموجودين في عمليه الانتاج في التكتلات دي ان هم يقدروا يكملوا بشكل افضل والعائد بتاعهم يبقى اعلى. كمان بنربط ما بينهم وما بين المناطق الصناعيه. فاحنا دلوقتي بدانا كمان نشوف كل منطقه صناعيه محتاجه ايه صناعات مغذيه، وبدانا نخلق نشوف الطلب الاول ونشتغل عليه. فهنبتدي حاجات تدريبيه وتخصيصات لاراضي جوه المناطق الصناعيه متعلقه اكتر بالحاجات اللي تكمل ما تحتاجه المنطقه الصناعيه، تبقى صناعات مغذيه. وده اللي هيخلق فرص عمل بشكل كبير في المنيا واسيوط، وشغالين عليه دلوقتي، والبنك الدولي والبعثة الأخيرة أشادت بيه، وكانوا شغالين معانا فريق من الخبراء على تنمية الاقتصاد المحلي. كمان اشتغلنا على مراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتحسين بيئة الأعمال، ازاي نيسر على المواطنين أكتر، وخلال الفترة الجاية هتتطور مراكز التكنولوجيا في اسيوط والمنيا كاملة،
وهيبقى في خدمات تقدم اونلاين كمان، وهنقلل بنسعى لتقليل الوقت بتاع تقديم الخدمات ب 50% من الوقت حاليا. لأي مدى يا دكتور البرامج، برامج التنمية المحلية في الصعيد بتعكس اهتمام الدولة بالمحافظات دي اللي فضلت الحقيقة منسية طوال عقود مضت؟ يعني الرقم، بس الأرقام دايما بتبقى مؤشر للاهتمام. فلو رجعنا بس للعام المالي 13-14 وشفنا محافظات الصعيد العشر كانوا بياخدوا كام في السنة تمويل من الدولة، هتلاحظي حضرتك انه لم يكن يتعدى ال 10 مليار جنيه. هتلاقي ان خلال الست سنين اللي فاتوا احنا الصعيد متوجه له 343 مليار. خليني اقول لحضرتك ان محافظه زي المنيا دلوقتي وصل في السبع سنين اللي فاتوا وحتى الان الاستثمارات اللي وجهت للمحافظه تربو على 80 مليار جنيه. المحافظه دي خلال ال 50 سنه اللي قبلهم ما خدتش اكتر من 7 مليار جنيه. ففي سبع سنين 80 مليار بنيه اساسيه خدمات. اللي ناقص بقى كمان ان احنا نعزز الاقتصاد ده. الدوله مهتمه، عملت بنيه اساسيه، لان من غير بنيه اساسيه ما كناش نقدر نشغل الاقتصاد. جه الدور بقى بتاع التنميه المحليه في خلق فرص العمل وتربيط الهيكل الاقتصاد المحلي ببعضه، لان هو ده اللي هيساعد على خلق فرص العمل. عشان كده بقى في برنامج بتدعمه وزاره التنميه المحليه، ده من البرامج اللي بتمولها في البرامج الجديده اللي هتبتدي السنه دي، اسمه برنامج تنميه الاقتصاد المحلي. البرنامج ده بيربط ما بين كل الجهات والوزارات اللي بتشتغل على المستوى المحلي، لان الاقتصاد اواني مستطرقه. لازم نشتغل على مستوى القريه وسلاسل القيمه والمنتج الطبيعي، نربطه بتكتل، نربطه بمناطق صناعيه وتسويق، وعملنا منصه الكترونيه للتسويق للصناعات كمان، فدول مع بعض يقدروا يخلقوا فرص عمل. لو واحده منهم وقعت بتقف السلسله ويبتدي الهجره من المحافظات الصعيد لوجه بحر. ممتاز، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنميه المحليه بالصعيد، شكرا ليك يا فندم. دلوقتي هنروح نتابع هذا التقرير عن اليوم العالمي للصحة النفسية وجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين. ومن أوجه هذا الاهتمام إطلاق وزارة الصحة النهاردة لحملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية. هنسيبكم مع هذا التقرير ونروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ أول مواجهتنا، استنونا. لا صحة بدون صحة نفسية، تلك هو شعار اليوم العالمي للصحة النفسية التي تحتفل به منظمة الصحة العالمية في العاشر من أكتوبر من كل عام. فهذا اليوم هو فرصة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية للأفراد داخل المجتمع. النهاردة لازم الناس تفهم المرض النفسي ده مرض عضوي في المخ نتيجة تغيرات في جينات وراثية. عندنا حاجة اسمها النواقل العصبية، هذه النواقل العصبية هي المسؤولة عن كل الأمراض النفسية. المرض النفسي مرض جيني بينتقل بجينات، يعني اذا انا ممكن اكون مولود حامل للجين وما يظهرش عليا المرض، ده حاجه كويسه جدا. طب اللي بيظهر المرض التعرض للضغوط، سواء اول 5 سنين في العمر او من سن 15 ل 25 سنه. النهارده بنقول كل ما يكون الانسان عنده هذا الوعي، مجرد ما انا اشعر ان ممكن في بدايات ظهور مرض نفسي واذهب للطبيب قبل مرور 6 شهور على بدايه المرض، اذا في المرحله الحاده اذا ممكن المرض النفسي ده اسيطر عليه. النهاردة احنا بنتكلم في 20 مستشفى جامعي بها وحدات طب نفسي، مستشفيات طب نفسي مستقلة داخل المستشفيات الجامعية، في 20 مستشفى جامعي على مستوى الدولة. النهاردة بنتكلم على 5 مستشفيات نفسية في جامعات الأزهر. النهاردة بنتكلم على 17 مستشفى نفسي داخل جمهورية مصر العربية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب أقسام الطب النفسي في المستشفيات العامة. يعني انت بتتكلمي النهاردة احنا قد نكون محتاجين أكتر، ولكن لما نيجي نقارن النهارده احنا في 21 او نقارن بسنه 2000، يعني في 20 سنه، لا، البنيه التحتيه للطب النفسي زادت اكتر من 500%. اولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بمجال الصحه النفسيه باصدار بعض التعديلات بقانون رعايه المريض النفسي للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، إلى جانب التطور الكبير بمستشفيات الأمراض النفسية والعصبية وصرف العلاج بالمجان للمرضى.
أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنناقش إزاي ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية للريف، وإزاي ده هيساهم في تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن بعد تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية. للمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير وأهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. خلينا نبدا باثر الاهتمام الرئاسي بهذه المبادره. معاك يا استاذ محمد، حياتك سامعني مش كده؟ صحيح، تفضل. تمام، بسالك شايف ازاي اثر الاهتمام الرئاسي بهذه المبادره والمتابعه الحكوميه المستمره لتنفيذ المشروعات داخل القرى المصريه في اطار مبادره حياه كريمه؟ توجه مهم جدا واساسي. مبادره زي دي بالمستوى اللي وصلت له، شايفين الاصداء الدوليه للمبادره. بنتكلم النهارده ان اليو ان دي بي، البرنامج الامم المتحده الانمائي، بيشيد بالمبادره. اكثر من 5 مبادرات اوروبيه بتشيد بمبادره حياه كريمه. اعتقد ان مبادره حياه كريمه ما كانتش وصلت للانتشار ده وقدرت تمد ايديها للعدد الكبير ده من المصريين، كمان تعمل صدى دولي ليها، الا من خلال الدعم الحقيقي سواء من قبل الجهات الحكوميه او من قبل مؤسسه الرئاسه اللي فعلا داعمين جدا المبادره، وده شيء واضح وملموس على الارض. وما كانتش المبادره توصل للمستوى ده وللقدرات دي فعلا الا لو كانت حصلت على الدعم من الجهات المنوط بيها، وده جهد تكاملي واضح جدا سواء ما بين الحكومه او المجتمع المدني او الجمعيات الاهليه. زي ما يكون اتجمع او تم تجميعه كده في مبادره حياه كريمه، جهد تعاوني كامل بين الجهات الحكوميه والجهات الخاصه وزي ما قلت لحضرتك المجتمع المدني لفائدة الإنسان المصري، لتطوير حياة المصريين، لخلق ظروف معيشية أحسن ليهم سواء على الصعيد الاقتصادي، الصحي، الرياضي، الثقافي، على كل الأصعدة. وده اللي بتستهدفه الدولة الحديثة، مصر الجمهورية الجديدة، مفهوم الإنسان الجديد، الإنسان المصري الجديد، هو ده اللي بتستهدفه الدولة من خلال دعم المبادرات أو المبادرات المشابهة لمبادرة حياة كريمة. وبالاخص يعني لما نتكلم عن حياه كريمه هنا، المبادره ليها باع طويل جدا في تنميه الانسان قبل ما تنمي ظروفه، تنميته هو على المستوى الشخصي. انا عن نفسي مبسوط جدا بالاشادات الدوليه اللي قاعدين بنشوفها بالمبادره كل شويه، حاجه تدل قد ايه الموضوع مهم وفارق مع المصريين وملحوظ كمان بره، مش بس احنا شايفينه، لا كمان بره واخدين بالهم قد ايه احنا بنغير في حياتنا وبنغير في بلدنا للأحسن. أكيد عايزين نعرف من حضرتك أستاذ محمد محاور الدراسة اللي قام بيها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول حياة كريمة. احنا في المركز أصدرنا يمكن أكتر من إصدار تناول مبادرة حياة كريمة، لكن مش كانت هي الموضوع الرئيسي في عدد من الإصدارات، لكن آخر إصدار تناول حياة كريمة هو كان إصدار خاص بالمبادرة بعنوان حياة كريمة مشروع قرن التنمية الريف المصري. الإصدار ده كان مخصص طبعا لمبادرة حياة كريمة وتناول المبادرة من كل الزوايا والمحاور اللي تهم أي حد يعرف عن المبادرة، بالذات إحنا هنا في مصر. أولا أهداف المبادرة وفلسفتها، فكرة تطوير الريف المصري وربط التطوير ده بتاريخ مصر الحقيقي. أصلا مصر طبعا يعني كانت من أول الدول اللي قامت فيها الثورة الزراعية، فده يمكن هي دي الفلسفة وراء المشروع، أن الزراعة كانت هي أساس عماد الدولة المصرية القديمة. ما قبل مبادرة حياة كريمة، الأوضاع في القرى الأكثر احتياجا والقرى الزراعية كانت عاملة إزاي أمن المبادرة، ما بعد المبادرة، المبادرة قياسات الكم بتاعها، قياسات الأداء بتاعها إزاي فرقت في حياة المصريين الأكثر احتياجا، إزاي قدرت ترفع من معدلات المعيشية للمواطنين الموجودين في القرى وفي الأماكن الأكثر احتياجا. ما بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة على مستوى عدد كبير من جدا من القرى، بعد كده المحور الأخير هو المستقبل. المستقبل بيحمل إيه؟ المبادرة بتحمل إيه لينا إحنا كمصريين في المستقبل؟ بنتكلم هنا عن فكرة بناء الإنسان المصري الجديد اللي هي أشمل من فكرة الدعم العيني أو الدعم المعنوي للمواطن، لا إحنا بنبني هنا مواطن قادر على الإنتاج
قادر على دفع عجلة التنمية في مصر في ظل مجتمع إنتاجي كامل سواء في قريته أو في المدينة بتاعته، وده بيساهم في تعزيز الاقتصاد بالأساس، وبيوصلنا لفكرة أن المبادرة ملموسة فعلا وحقيقية فرقة معانا وهتفرق مش بس دلوقتي كمان في المستقبل. ده ملخص كده عام للإصدار الخاص بالمركز المصري اللي حمل عنوان حياة كريمة مشروع قرن لبناء الريف المصري. لأي مدى هتحقق المبادرة التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة عبر المشروعات التنموية يا فندم؟ الحقيقة أن المبادرة فيها أكتر من فيها عندها قطاع التنموي، قطاع المشروعات التنموية اللي بيستهدف تمويل قرى بعينها وبيخصص برامج بعينها للفئات معينة، بمعنى أن في برامج مخصصة مثلا للمرأة المعيلة، في برامج مخصصة للشباب، في برامج مخصصة للقرى مثلا اللي بتمتاز بالحرف اليدوية مثلا. تخصيص المساعدات، تخصيص التمويل، بتكلم بالذات هنا على تمويل المشروعات الصغيرة، بيساعد في استدامة الفكرة، بيساعد في اكتمالها. بنتكلم مثلا لو بنتكلم على أحد الأمثلة في أحد القرى اللي مثلا يجيد أهلها ويمتهنوا حرفة الصيد، شفنا مبادرة حياة كريمة راحت هناك ومش بس دعمتهم بالأدوات أو بالمعدات اللي بيحتاجوها عشان يصطادوا، لا كمان ابتدت تعمل مدارس لصناعة مراكب الصيد. ده بيخلي الفكرة مستدامة، بيخلي القرية كلها أو المجتمع المنتج ده كله بيكمل بعضه، اللي بيصطاد، اللي بيعمل المراكب، اللي بيعمل الشبك أو الأدوات الصيد مثلا. ده بيخلي فيه انتجريشن بين المجتمع، بيخليه مجتمع منتج مستدام، وبيحافظ على الفكرة وبيحافظ على استمرارية نجاح المشروع بالأساس، وبيرفع طبعا بيرفع من على المواطنين، بيرفعهم، بيرفع مستواهم الاقتصادي بالآلية دي من خلال خلق فرص عمل حقيقية ليهم في المجالات اللي هم مختصين فيها بطبيعة مهنتهم بقى على أساس التوزيع الجغرافي. يعني مثلا في مناطق معينة بيمتهنوا الصيد، في مناطق معينة حرف التطريزية مثلا، حرف الخياطة شاطرين فيها مثلا. بتكلم هنا أكتر عن السيدات لأن طبعا في برامج مخصصة للسيدات بتستهدف الموضوع ده بالذات، موضوع مثلا حرف التطريز أو حرف صنع السجاد اليدوي. كل دي مشروعات مخصصة، مشروعات متفصلة زي ما بنقول كده للفئة المستهدفة، عشان بالأساس نرفع من مستواها، ترفع المبادرة من مستواها الاقتصادي، ترفع المبادرة من مستوى المجتمع ده اقتصاديا، وتحقق له استدامة بده. احنا مش بنتكلم نرفع له اقتصاديا 3-4 سنين دورة حياة المشروع اللي بيعمله وبعد كده ان هو المشروع لا قدر الله يفشل او لا، لا، المبادرة بتدعم المشروعات مش بس بتساهم في بدءها، لا بتدعم المشروعات. عندي نموذج مثلا زي فيما يخص مثلا المشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة، احد المبادرات اللي هي مثلا مبادرة مسطورة اللي هي احد جزء من مشروعات حياة كريمة او مبادرة حياة كريمة، هي مبادرة مسطورة. المبادرة دي بتقوم على تمويل السيدات المعيلات اللي هم بالمناسبة 3 مليون سيدة في مصر، بترعى اسرة في مصر، رقم مش قليل. المبادرة بتاعت مسطورة بتدعم ان هم يعملوا مشاريع، سواء مشاريع على مستوى زيادة الثروة الحيوانية، الثروة الزراعية، النسيج والمنتجات اليدوية، أي الحاجات الحرفية اليدوية الأخرى. مش بس المبادرة بتدعم إنشاء المشروع وفكرته بدعم عيني وليس نقدي، لا كمان بتفضل وراء السيدة صاحبة المشروع بدورات تدريبية بتستهدف إن هي تفهمها كيفية إدارة المشروعات، مش هي بس، حتى على مستوى المشروعات الشبابية كمان نفس النهج ده أو الطرح ده موجود. دورات تدريبية بتستهدف توعيتهم أو رفع وعيهم أو تثقيفهم وتعليمهم بكيفية إدارة مشروع، التسويق ليه، توزيع المنتجات، سمعة المنتج بتاعك، التغليف، كل الأمور دي بهدف واحد فقط، استدامة الفكرة وإن هي تفضل مكملة، مش بس إن رفعنا كفاءته وعملنا له مشروع المواطن أو المواطنة اللي عملت مشروع، لا، الفكرة مكملة بتكبر، المشروع بتاعها بيكبر، هي بتشتغل، بتشغل ناس من قريتها. تفضل. يعني ممكن حياتك تكمل كلامك، وده الرد الأخير يا أستاذ محمد. أنا بقول إن التكامل في فكرة التكامل في استدامة المشروع
احنا مش مشروع حياه كريمه او مبادره حياه كريمه مش بس بتطرح دعم للفئات او للاشخاص الاكثر احتياجا في القرى او في الاماكن البعيده شويه، لا هي بتشتغل على استدامه الفكره، بتشتغل على معدلات قياس عشان تشوف الفرق في حياه الاشخاص اللي حصلوا على الدعم على مدى سنه 2-3-4، بتشوف في فرق في جوده حياتهم ولا لا، بتشوف فين القصور. المبادره بتهتم جدا وبتعالج، وفي شق بحثي كبير فيها بيهتم بفكره ليه اهلنا في الريف بيغادروا الريف وبيتجهوا للمدن عشان يلاقوا سبل عيش او مصادر رزق جديده، مع ان احنا بالاساس مصر دوله زراعيه، عندنا ثروه زراعيه ضخمه جدا لو استغلت صح. احنا بنتكلم في ان 58% من المصريين بالاساس مواطنين ريفيين بيمتهنوا الحرف الزراعه والحرف الريفيه، فاحنا محتاجين نطور المنظومه دي بشكل كامل، وده اللي بتشتغل عليه المبادره. ممتاز. بالتكامل مع فكرتين، فكره استدامه المشروع وفكره تمام. ان هي تدخل اطراف القريه او اهل القريه كلهم في المشروع بحيث ان هو يكمل ويفضل شغال ويخدم، يبقى زي ما بنقول كده عندنا مجتمع منتج كامل، وده شيء أو مهم قرية منتجة جدا. نموذجيه كامله من خلال النموذج ده. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا ليك. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نروح لمواجهتنا الثانيه مع الاستاذ محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهره 24. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنستكمل حديثنا المتواصل حول معرض تراثنا في دورته الثالثه واللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، وازاي انه بيعد فرصه ذهبيه للشباب لعرض منتجاتهم وتشجيع اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه. هنتكلم كمان عن دعم الرئيس المتواصل لذوي الهمم وللشباب. المزيد من التفاصيل معانا ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهره 24. اهلا بيك، منورنا يا استاذ محمود. ربنا يخليك. اهلا بيك. قولي بتشوف ازاي يعني حرص الرئيس السيسي على افتتاح معرض تراثنا في كل دورة بيقوم بيها ان هو يروح ويفتتحه بنفسه؟ رئيس عبد الفتاح السيسي ارسى عدد من الاشياء المهمة ربما التي ترسخ لمن ياتي حتى بعده قيم، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالاجتماعيات، فيما يتعلق بالرسائل الإيجابية لمختلف الفئات. شفنا موضوع كاتدرائية، لا أنسى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الوقت في عيد الأخوة الأقباط، وده كان تقليد استمر ومستمر. يعني معرض تراثنا مهم جدا في تشجيع، أولا في رأيي رئيس حريص على إيصال رسالة أن هؤلاء الفئات المختلفة ربما التي تعاني من يعني قلة رزق، أو أن الأمور مش المشروعات الضخمة الكبيرة، أو مش من رجال الأعمال، أو ربما أنها يعني تعافر ولديها قصة نجاح زي ما شفنا في المعرض وفي النماذج، أنه حريص أن يكون بجانبهم، أن الدولة المصرية تولي اهتمام إلى مختلف الفئات، وأنها بالعكس حريصة كل الحرص على المواطن الدخل يعني من المتوسط والمنخفض والأبناء الكادحين الذين يعني لديهم رغبة في التحقيق أهدافهم وتحقيق مشاريعهم، ولديهم الحقيقة تحدي في الإيصال والنجاح. تراثنا هدفه بالأساس النماذج الحرفية والمهن البسيطة والصناعات اليدوية الحاصلة على دعم من وزارة التجارة والصناعة. في رأيي أن إظهار التراث المصري كمان من خلال الحرف والمنتجات يعني تبقى موجودة في المعرض. وجود النماذج دي، الرئيس حريص أنه هو بيدعم هذه الفكرة، بيأكد على استمرار دعم الحكومة المصرية سواء دعم مالي أو معنوي إلى هذه المشروعات. بيأكد كمان أن جزء من أغلب هذه الفئات كلها جاية من المحافظات ربما اللي بنقول عليها حدودية أو متعاني من التهميش، فهو حريص على إيصال رسالة إلى المهمشين. ممكن. سواء زي ما شفنا من النموذج بتاع الطفاية دي، أو المحافظات الحدودية، أو مطروح، أو كمان إنا وسوهاج محافظات الصعيد واللي ليها الغالبية العظمى والعدد الأكبر في الموجودين في المعرض،
ورئيس طول الوقت حريص على انه يبقى موجود معاهم، ده ليه معنى وليه. طب فكره كمان ان المعرض يعني بيعد واجهه حقيقيه لتسويق وترويج منتجات اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه، وكمان نافذه حقيقيه على الاسواق المختلفه كمان. زي ما كنت بتكلم مع حضرتك من شوية، أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنماذج حتى القادمين من المحافظات ربما النائية البعيدة الصعيد موجودة بقوة. في نفس الوقت موجود نماذج من دول أخرى، الأردن، السودان، وعدد من الدول الأخرى يعني حريصة أنها تعرض منتجاتها في مصر وتنفتح على الثقافة المصرية وعلى المنتجات المصرية. جزء أشبه بالتشبيك بين مصر والخارج وتبادل الخبرات والثقافات، أن جزء في الأمر التواص وبيع وشراء واقتصاد ويعني فتح أفاق للبيزنس مستقبلا. أن لما يبقى فيه تبادل الخبرات حتى بين مصر وبين هذه الحضارات وبين هذه الدول، أظن في استفادة للجانب المصري وخلافه. وكمان مهم أن أنت بس مش بتعرض منتجاتك سواء المحلية، لا ده أنت كمان بتعرضها لأفاق خارجية وأسواق برة، تصدير، فتح أسواق جديدة، أن تقدر تشوف وكلاء في الخارج، أظن ده كمان مهم جدا يعني. أكيد. طب عايز أروح لنقطة تانية مهمة، وهو فكرة دعم الرئيس دايما لأصحاب الهمم، سواء كان في معرض تراثنا وحرصه على زيارتهم ومشاهدة ومتابعة منتجاتهم، أو بشكل عام كمان يا أستاذ محمود. زي ما كنت بتكلم مع حضرتك بقول ان في جزء من توجهات الدولة المصرية، يعني احنا طول ما احنا ماشيين بنشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرسي عدد من التقاليد وعدد من الرسائل المهمة. شفنا في موضوع اللي كنت بتكلم مع حضرتك في تراثنا، وانه حريص على الفئات المهمشة او اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذوي الهمم اتكلمنا عنه في اكتر من مجال، سواء من دعم حياة كريمة، سواء وزارة الضمان الاجتماعي، سواء تخصيص ارصفة وشواطئ لذوي الهمم. كمان معرض تراثنا ليهم جناح وليهم والتمكين ووجود وتمثيل مهم في المنتجات اللي موجودة في المعرض. ولفتة بسيطة جدا من سيادة الرئيس لما كان في الافتتاح وأصر على وجود كرسي متحرك لأحد يعني الذين يعني من ذوي الهمم، ده بيأكد كمان إنه الدولة حريصة على توفير كل المناحي لتسهيل عليهم المشاركة في الحياة العامة وفي المعرض وفي كل شيء. وده الحقيقة نهج متواصل زي ما كنت بقول لحضرتك، في سواء الأرصفة، سواء الشواطئ، سواء الدعم، سواء وزارة الضمان الاجتماعي، التخصيص، كل هذه المبادرات بتأكد أن الدولة المصرية والنظام عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع المصري باعتبارهم فئات طبيعية داخل المجتمع. طب عايزين نتكلم كمان عن حرص الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الدولة على تمكين الشباب وإعطائهم كل الفرص وتأهيلهم لأن هم يعني في المستقبل القريب يتقلدوا أيضا المناصب القيادية. ده الشيء الواضح. في ثلاث أشياء في دولة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصوا كل الحرص على الحصول على كل المكتسبات: الأقباط، المرأة، أخيرا الشباب. من أول ما شفنا الجمهورية الجديدة وقبلها مؤتمر الشباب، البرنامج الرئاسي، الأكاديمية الوطنية، كل المحافل والمؤسسات اللي بيتم فيها إبراز وفتح أفاق للشباب سواء في البرلمان، في التمثيل، في المساعدين الوزراء ونواب المحافظين. شفنا في مؤتمر الشباب العالم وكل المنتديات الأخرى والنماذج الأخرى من منتديات الشباب. شفنا في اتحاد الجمهوريه الجديده، اتحاد شباب الجمهوريه الجديده، شفنا في الكيانات المختلفه حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما على المستقبل، وشايف ان الشباب في مصر وقوه مصر هي في شبابها، وحرصه ان هم متواجدين في المحافل المختلفه. شفنا معاوين وزراء ونواب وزراء كل هذه المحافظين من الشباب. الحقيقه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يخلق نخبه جديده لمصر، يرى ان النخبه الجديده في كل المجالات الحقيقه هي تتعلق بالشباب، الشباب هم القادم بقوه. حتى يعني طول الوقت الرئيس حريص على في اليوم العالمي للشباب، في إيصال وتهنئة الشباب بكل المجالات وكل الفرص. شفنا في البرلمان القائمة المختلفة كلها، وفي حريص على اختياراته في تعييناته في البرلمان على وجود نسبة وتمثيل كبير للشباب، وأيضا تمكينهم اقتصاديا من خلال هذه المشروعات. يعني كمان الشباب في جزء من القصة في برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي. التمكين الاقتصادي والاجتماعي بشوفه من ضمن الحقوق المدنية والاجتماعية اللي كنا الرئيس طول الوقت حريص على التفرقة، انه يا جماعة في حقوق
اجتماعية اقتصادية بخلاف الحقوق السياسية والحقوق الإنسان فيما يتعلق الحق بالسكن. يعني احنا كنا بنقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان مفيش حد في عهدي مش هيبقى عايز يقدر يشتري شقة ويبقى ونفسه يسكن وما يعرفش يسكن. شفنا كل مبادرات الإسكان الاجتماعي وكل مبادرات إسكان الشباب، وشفنا نقلة لكل الشباب والتيسيرات والمبادرات من التمويل العقاري 3%، شفنا المنح للجامعات، شفنا متفوقين منهم. أظن التمكين الاقتصادي والاجتماعي جزء منه التعليم، الصحة، الإسكان، مبادرة 100 مليون صحة، وكل هذه التفاصيل جزء من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، بخلاف طبعا المشروعات الصغيرة والمعرض تراثنا وكل حتى القروض الميسرة اللي بتتم من خلال البنك المركزي ووزارة المالية. الحقيقة في توجه عام ان دعم للشباب سواء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في مختلف المجالات وكل الطرق. يعني ممتاز. بالنسبة كمان لإشراك الشباب في مبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة تتبناها الدولة المصرية كلها، مبادرة حياة كريمة، والحرص على إشراكهم فيها وعلى تدريبهم أيضا على هذا العمل الميداني الضخم والمهم جدا كمان، واكتساب الخبرة كمان والقيادة فيه. مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأكبر والأضخم في العالم وفقا لموسوعة جينيس، وزي ما يعني تفضل رئيس الجمهورية في إطلاق المشروع المهم ده. مش سر ومش يعني مفاجأة إن القائم ورئيس مجلس أمناء المشروع الأكبر في العالم هي شابة زميلتنا في كل المحافظات منسقي المشروع عدد من الشباب. شفنا مشهد يعني عظيم وبالغ الدلالة والتأثير، رئيس عبد الفتاح السيسي على الشاشة، كل المحافظات مقسومة يعني كلها شباب. الحقيقة ده بيأكد وبيدل ان القادم للشباب، المستقبل هو شباب، وانه مفيش اعظم من كده، انه اهم مشروع في العالم واضخم مشروع يعني ينقل مصر من جمهورية قديمة الى جمهورية جديدة يقوده شباب. الحقيقة ده جزء منه يعني ثقة انه كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يغامر ويضع كل ثقته في مجموعه من الشباب، يعكس ايمان ومصداقيه وتاكيد ان دول يعني قادرين على تحقيق الحلم والامل. يعني طبعا جزء منه فيه استفاده بخبرات الكبار وبيعاونهم مجموعه من الكبار، لكن المقدمه والاساس هم للشباب بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا لكاتب الصحفي أستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا ليك وبشكر حضراتكم، وأشوفكم إن شاء الله بكرة في مواجهة جديدة. تصبحوا على خير.